إثارة السماء الشيخ محمد رفعت ولد عام 1882 في حي المغربلين بالقاهرة، فقد بصره في سن الثانية بسبب مرض في عينيه، لكن الله أضاء بصيرته فأتم حفظ القرآن وهو ابن 5 أعوام. في سن 15 اختير لقراءة القرآن بمسجد فاضل باشا، فذاع صيته وصارت ساحة المسجد والطرقات تضيق بالمصلين للاستماع لصوته الملائكي. واظبت الإذاعة على بث أذان المغرب بصوته مسبوقا بفقرة قرآنية بصوته أيضا، وصمدت هذه العادة طوال عقود. عام 1943 توقف الشيخ محمد رفعت عن قراءة القرآن بعد إصابته بسرطان الحنجرة، رفض عروض العلاج من ملوك العرب قائلا عبارته الشهيرة: إن قارئ القرآن لا يهان. ليفارق الحياة بعد 7 سنوات مورثا محبيه تسجيلات قيمة وقيثارة ملائكية.